بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور السيد فرج، أستاذ أمراض القلب بجامعة الزقازيق. طبعا من أحد الأمراض الهامة والأكثر شيوعا مش بس في مصر، في العالم كله، هو مرض الشريان التاجي. وفي الحقيقة كمان هو من أكثر الأمراض المسببة للوفاة دلوقتي في العالم، وبالتالي الاهتمام به والاهتمام بالإدراك ليه مهم جدا. دايما المرضى دولي بنحاول، أو الناس بشكل عام بنحاول نلفت نظرهم لأعراض الشريان التاجي، اللي هي بتتمثل في وجود آلام في الصدر، والآلام دي دايما بتبقى في منتصف الصدر في المعظم، ضاغطة للصدر، أحيانا يحصل فيها تسميع في مناطق أخرى زي منطقة الذراعين أو منطقة الرقبة والفك. بنحاول دايما نعمل توعية للناس وكمان اللي عندهم مرض الشريان التاجي بالأعراض بتاعة الذبحة الصدرية. مش بس كده، كمان في المرضى اللي عندهم السكر أو كبار السن، ساعات الأعراض الذبحة الصدرية دي ما بتبقاش في شكل آلام، ممكن تبقى في شكل نهجان أو قصر في التنفس، خاصة مع المجهود العادي اللي هو معتاد عليه. أحيانا بتبقى في شكل تعرق وإحساس بالهبوط مع المجهود أو مع الضغوط النفسية أو العصبية. طيب، كمان بيبقى مهم قوي إن إحنا نعرف إن الأعراض دي بتبقى ذات أهمية أكتر لما يكون هذا الشخص مصاب بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسب الدهون والكوليسترول في الدم والمدخنين، كمان في السمنة، خاصة السمنة المفرطة. كل دي من عوامل الخطورة اللي بتساعد على اكتشافنا لمرض الشريان التاجي. ودايما بنقول للمجموعة دي من الناس اللي عندها العوامل الخطرة، كمان اللي عندهم جانب وراثي في الأقارب من الدرجة الأولى زي الوالدين أو الإخوات مصابين بمرض الشريان التاجي، إن هم يكونوا على وعي ودراية بهذه الأعراض، علشان لما تبدأ تظهر عليهم يبدأوا ياخدوا احتياطهم ويبدأوا يلجأوا إلى الفحص الطبي لأخذ الإجراءات الإكلينيكية والمعملية المناسبة لرسم خطة العلاج للمرضى دي، واللي بتتمثل في بدايتها في خطط علاجية دوائية، وإن لم تكون كافية بعد كده ممكن يلجأ إلى الأسطرة التشخيصية، اللي يمكن من خلالها يكون في تداخل يا إما بالأسطرة التداخلية العلاجية وتركيب الدعامات، أو عن طريق الجراحة إذا لزم الأمر، وفي حالة فشل العلاج الدوائي المكثف اللي على الأسس العلمية اللي مدرجة في كل المحافل العلمية اللي احنا بنتكلم فيها دايما. مهم جدا إن المرضى دايما يكونوا على وعي وعلى دراية بالأعراض وبخطة الفحوصات وخطة العلاج، علشان يدرؤوا خطر هذا المرض شديد الخطورة.